ابتديت في كرة السلة في نادي الشرطة، وكنت تحت 14 وتدرجت ل 16 18 ودرجة أولى، وصلت لدرجة أولى. وبعدين حتى لما وصلنا لدرجة أولى كان لعبت منتخب مصر من نادي الشرطة، وكان كل أصحابي النادي الأهلي، إذا كان خالد بخيت، نبيل، طاهر، كلهم أصدقائي. فلما دخلت المنتخب وكسبنا بطولة أفريقيا سنة 83، ابتدى الناس تتعاقد معايا كذا نادي، كان اتحاد وزمالك واهلي. طبعا فضلت الاهلي عشان صحابي، لان هو كان الافضليه، وكان في حاجه حصلت كده، كان نادي الشرطه مش عاوز يتركني يعني لاي نادي الا برغبه اللعيب. طبعا اول رغبه كان النادي الاهلي. والله انا كنت قبليها عايش مع زمايلي في النادي الاهلي، ولما جالي فندق كيميت، كنا معسكرين في فندق كيميت، ما عندكيش قد ايه الفرحه ان انا يعني حتى اتعرض عليا اتحاد اسكندري، اتعرض عليا زمالك، ما عندكيش فكره الفرحه انهم وافقوا بس ان انا اروح للنادي الاهلي، لان كان امل اي حد يلعب في النادي الاهلي، امل اي احد يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يعني هقول لك ايه، النادي الاهلي ده بيتنا، يعني نلف نلف ونيجي ده بيتنا. النادي الاهلي من كتر القيم والمبادئ اللي فيه مش لاقيها في حته. كان عندنا زمان الاحذيه ما كانتش منتشره زي دلوقتي، احذيه الاولوستار، فكان سلعاوي جايب جزمه اولوستار خايف عليها جدا، فجت فكت في اللزق شويه فوداها لبتاع احذيه يلزقها يعني وبتاع، راح مسمرها عمل فيها مسامير، فنزل الملعب يلا هو يلا دب، لقينا دم بقى طبعا ورجليه. قلت له ايه ده يا عم؟ قال لي جه يلزقها بقى، حط فيها مسمار عشان تثبت، وما شالش المسمار. فطبعا حدث ولا حرج بقى، طبعا المقتطفات في الـ في الـ في الاوتيلات والاكل والشرب والحاجات دي، حاجات كتير طبعا. بس طبعا احنا بتتكلميني على حاجات من كام، من 30 سنه، فطبعا اللي بيفتكر بيجي خلاص يعني. فكانت كل حياتنا يعني كلها ضحك، وبس ساعه التمرين ما كانش حد بيتاخر. احنا يعني في يوم من الايام كان في ماتش هنا مع وده اللي احنا ثابت عندنا مع الاتحاد السكندري، بنتحد ولعبناه هنا فكسبناهم فرق 35 بوم، لدرجه ان انا كان كابتن محمود الله يرحمه، محمود احمد علي كان هو الله يرحمه، فكان ماسك، فانا بقول له كام؟ قال لي 55. قلت له 55 كام؟ قال لي فرق 55. خش الملعب، انا ما شفت الجمهور زي النادي الاهلي والله. انا بصراحه مهما خسرنا واقفين في ظهر كل الالعاب، انا ما بتكلمش على الكوره وهي بالاخص، طبعا خسرنا واقفين في ظهر النادي لحد ما يقف. كسبنا برضو واقفين في ظهر النادي وفرحانين. ما فيش جمهور زي النادي الاهلي، النادي الاهلي ده حاجه ثانيه خالص. النادي الاهلي ده في القلب، زي ما بيقولوا الدم الاحمر في القلب.